في المركب. ماذا عن البحر؟ يعني هذا البحري هذا البسيط اللي ما عندوش حتى باش يأمن مركب دياله، ماذا عن تغطيته الصحية؟ كيف قلتي اللحظة على أنه أصبح لديه إمكانه دابا التغطية الصحية، ماذا عن مسألة التأمين مثلا في التقاعد دياله؟ هذا الفئة من البحارة دابا في هذه الساعة هذه كاملين كيستافدوا، كاملين مخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعني كيستافدوا من جميع الامتيازات اللي كيستافدوا منها جميع المخرطين ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فحال اللي قلت بما فيها التغطية الصحية بما فيها التقاعد، يعني جميع الامتيازات اللي كيلتزموا بها المخرطين للضمان الاجتماعي كيخلطوا بها كيستافدوا منها البحارات نفس الامتيازات، خصهم غير يتم الاقتطاع ديالهم من الحصص ديال البيع ديالهم المساهمات باش كيجمعوا نقاط في اطار التقاعد وكيجمعوا القطاعات في اطار المساهمه ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اذا ما باعش وما دخلش السوق انا ما يكونش قطاع، وهذا هو الاشكال. خصو يبيع، خصو يتحسس ويبيع في السوق، ما يبيعش في السوق السوداء، يبيع في سوق الجمله ديال الصندوق ديال المكتب الوطني للصيد وما يبيعش في السوق السوداء. هذا هو طريقته اللي غتحمي، هذه هي اللي غتحمي، وهذه العمليه اللي خصها تتم فيها التحسيس بزاف.